الوقت اللي احنا بنسجل فيه الفيديو ده احنا دلوقتي عدينا 1,000,000 على اليوتيوب وعدينا 2,000,000 على الفيسبوك وربع مليون كده على انستجرام. كلها طبعا ارقام جامدة جدا وارقام حلوة جدا. انا بالنسبة لي كل ما الارقام بتزيد كل ما المسؤولية بتكبر، كل ما بحس ان انا عليا حمل كبير جدا على كتافي ان انا ما اقدمش اي حاجة وخلاص. تقديم محتوى جيد بيحترم عقلية الناس في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده للأسف بقى عملة نادرة جدا، وعشان كمان توصل للناس بقى صعب جدا. فيوم ما انت بتقدم محتوى كويس وفي نفس الوقت الحمد لله بتوصل، فده الحمد لله انجاز. Get in the frame because you're not. Do you know what's inside? A YouTube button. Yeah, but which color? I don't know. المشهد ده بعيد نفسي. Wow, it's been hammered. Can I open it? Yeah. أنا بدأت صناعة محتوى على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بالظبط من 4 سنين لما قررت إن أنا عايز أعمل حاجة تعبر عني كشاب مغترب مصري عايش برا وعايز يعمل محتوى للعرب كلهم يتفرجوا عليه يعرفوا ويشوفوا إنجلترا من وجهة نظري كشاب مصري. أطفال حقيقية بس لعب، وتقعد بقى تفطر على المنظر الجميل ده. بيعملوا طابور في أي حاجة وفي كل حاجة. أريد زجاجة مياه. I want a bottle of water. Did you try to go for jobs? Oh yeah, but as soon as you put down NFA, no fixed abode, who's going to employ you? فدي ميزة أنا شخصياً شايفها يعني من أكبر المميزات في إنجلترا. أنت ممكن يكون عندك الخلية دي وتحطهم عادي في الجنينة بتاعت بيتك. نرجع بالزمن شوية، أنا أول ما بدأت صناعة محتوى كنت قبلها اشتغلت حاجات مختلفة تماماً وحاجات ملهاش أي علاقة بصناعة المحتوى على السوشيال ميديا والكلام ده والتصوير والحاجات دي كلها. اشتغلت في السيلز طول حياتي، يعني كل حاجة اشتغلتها كانت غالبا ليها علاقة بالسيلز، سواء ملابس، جزم، مش عارف ايه الكلام ده كله، فما كانش ليا اي علاقة خالص بالسوشيال ميديا. المكان ده وحشتي. You know what, Jack? What? A lot of people ask me, where do you work? Yeah. Now we're gonna show them where we work. Okay. Yeah. في العربية دي. How's it going? Yeah. You're gonna go for your break. Cool. أكيد طبعاً مش ده المحل اللي أنا شغال فيه، بس إحنا جايبين التروك دي كنوع من أنواع الدعاية. هتبقى هنا لمدة أسبوع وهي برة المول اللي أنا شغال فيه. ده المول اللي انا شغال فيه. لسه مخلصين شغل، المفروض ان هم كلهم مستنيني بره دلوقتي عشان هيقولوا لي مع السلامه عشان النهارده اخر شيفت ليا. فقلت ان انا لو صورت هيبقى الموضوع اقل ايموشنال. تعالوا معايا. Yeah. Thank you ever so much for all your efforts doing. Thank you. You've been an outstanding member of the team, both based in sales and everything. More importantly, for the guy that you are. It's been a pleasure working with you and you'll be solving this problem. عايزني افتح البوكس ده. فقرار ان انت تسيب حاجة كل حياتك فهمها وكل حياتك انت محترف فيها قوي وهي المبيعات، وتتجه لحاجة انت ما تعرفش فيها اي حاجة خالص وتاخدها تبقى هي دي شغلك وشغفك وكل حاجة، اكيد ما كانش قرار سهل. واكيد لحد اخر لحظة انا كنت بقرر فيها ان انا هستمر واعمل محتوى على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، بس ما كانش الموضوع سهل خالص. ولكن النهاردة بعد ما عدينا 1,000,000 متابع وعدينا ملايين المشاهدات الحمد لله، فده اكبر اثبات بالنسبه لي ان ده كان احسن قرار اخدته في حياتي. Color you have to guess. In which color? Gray? No. Gold? Oh yes. طبعا الجواب ده اللي قطعوه المره اللي فاتت بتاع 100,000 خليه هنا. بص عملوا ايه في الجواب؟ ده المهندس اللي عمل البتاع، شكرا ليه. Look at that. Take it out of the package. What's that? Wow. Yeah, بص يلا بص. What's that number? 1,000,000 subscribers. النهارده عندي رساله لاي حد عنده شغف في حاجه وشايف نفسه فيها،
حط 100% واشتغل يعني اقصى ما عندك. كل حاجه تقدر تحطها في الشغلانه دي حطها، وان شاء الله باذن الله هتوصل. يعني مفيش سكه تانية ومفيش مجال تاني. انا بقالي 4 سنين برفع فيديو كل جمعه، باخد اسبوع كامل اشتغل فيه على فيديو وارفع الفيديو يوم الجمعه. بقالي 4 سنين بعمل نفس السيستم وبعمل نفس الحاجه، بحط كل ما عندي في الفيديو ده، والحمد لله الحمد لله ربنا يعني وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي الساعه 6، انا جيت هنا عند المكتبه، واضح ان مفيش حد، يعني مش عارف الشباب مش عارفين المنطقه، ولا يعني جم متاخر، ولا انا اللي جاي متاخر، ولا ايه بالظبط. بس جيت لقيت دول. احلى شباب والله. حبيبنا يا كيمو، حبيبنا اديله يا كيمو. طابور بقى تنظموا شويه بقى، طابور. احنا ده جدعان من اللي في ناس بتخش قدامك. اهلا اهلا، لف لف على ماشي ورا اهو. يا ابن الوقت بص معلش معلش يلا يا جدعان. حكيمو احلى واحد حبيبي، جاي من القاهره مخصوص والله. من بنا بنا بحيرة. انت وبس اللي حبيبي، ترارارا. انت وبس حبيبي، مهما يقولوا العزال. اللي بيحصل ورا الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها هو مجهود كبير. الفيديو ممكن يبقى 15 دقيقة، ولكن ممكن يكون متصور في اسبوع كامل، ممكن يكون مثلا 280 جيجا تصوير، ليل نهار واحد بيصور وبيطلع في الاخر ربع ساعة. فعشان اقدر اطلع الربع ساعة دي، اشتغل اول اسبوع واشتغل تاني اسبوع اطلع من التصوير ده ربع ساعة. فالموضوع ممكن يكون يبان ان هو سهل، ولكنه مش سهل خالص. الواحد بيتعب، ولكن في نفس الوقت الحمد لله يعني مبسوط بمجهوده ومبسوط بشغله ومبسوط بالنتيجة بتاعته. مش تقيل خالص، يعني انا كنت متخيله تقيل، طلع عادي خفيف. نعلقه ان شاء الله في المكتب جنب الميت ألف. شكرا على دعمكم على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، وشكرا لدعمكم المستمر. والواحد الحمد لله الحمد لله مستمر بيكم، وان شاء الله باذن الله دايما نقدم لكم الاحسن في الفيديوهات اللي جايه. وبس نشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. طيب دلوقتي لبست وادوني الرقم بتاعي اللي انا المفروض استلم بيه الشهاده على المسرح، باتشلر ديجري اخيرا الحمد لله. لحظات بعد الستيج خلاص دي بالظبط. النهارده الحمد لله انا اتخرجت، ويمكن مش هشتغل بالشهاده دي او هعمل بيها اي حاجه حاليا، وهتجه خلاص لليوتيوب. وده موضوع برضو غريب جدا، ان انت قعدت درست حاجه وكنت حاببها، وسبحان الله ربنا اراد لك ان انت تعمل حاجه تانية. لا ستوب.